هلو، النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض برضو بخيط الفرو المحبوب بتاعنا. هنعمل بيه ايه النهاردة؟ هنعمل بيه شنطة. الشنطة شيك قوي، ميني، تناسب الاطفال وتناسب الكبار. هنستخدم مع بعض الخيط اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ده بواقي. هنحتاج الخيط بتاعنا وابرة رقم 7، فتلة وابرة عاديين، المقص، وادي وحدة قياس. وهنحتاج سوستة، تمام، اي سوستة عندك ما تكلفيش حالك يعني، وحلقتين ذهبي، وسلسلة او حزام للشنطة على حسب الراحة الشخصية بتاعتك اللي انت بتحب تستخدميه هاتيه. اوكي، الخيط بتاعنا اللي لسه اول مرة يحضر الفيديو ده وما شافش الفيديو السابق اللي كان بالخيط ده، كان عن لاكلوك. لاكلوك كان بخيط الفرو، عملناه كان سيمبل قوي وبسيط جدا ويقدر اي حد يعمله فعليا، يناسب رجالي ويناسب حريمي، بس انا عملته بالشكل الحريمي. لو هتعمليه رجالي اعمليه سادة خالص، هيكون شكله شيك قوي وعملي جدا. الخيط ده 100 جرام، 80 متر. طبعا قلنا ان هو قليل وهو بوليستر، تقدري تشتغليه بايدك، تمام، مكتوب عليه نوعه او اسمه كابري. زي ما انتوا شايفين بيبقى عامل زي الفرو كده ومميز قوي في شغله وحلو. هنعمل منه ايه؟ هنعمل منه الباج الصغيرة بتاعتنا. وزي ما انتوا شايفين مش بتحبي الحلقات دي، هاتي حلقة سهلة الفتحة تكون افضل معاكي واحسن، بس انا حابة ان الحلقة ما تبانش، حابها تكون غطسة. وطبعا ده كان بناء عن طلباتكم في الجروب ان احنا نعمل الشنطة، ولما خدت رأيكم كانت هي دي النتيجة. نبتدي مع بعض. هجيب الخيط بتاعي، طبعا هعمل عدد من السلاسل، العدد ده هينطبق عليه عرض الشنطة. الشنطة بتاعتي طبعا ميني، فانا مش هكتر عدد سلاسل، انا بس عملت حوالي 10 سلاسل. 4 5 6 7 8 9 10، طبعا 10 صغير قوي. هعمل حوالي 15 سلسلة، تمام، زي ما انتوا شايفين العرض اهو. طبعا الخيط ده مش هنقدر نشوف فيه غرز، فاحنا زي ما قلنا المرة السابقة بنحس مكان الغرزة كده وبنعمل غرزة حشو. طبعا شيك قوي الخيط ده لعمايل بطاطين، لعمايل حاجات كتيرة مختلفة حتى غير اللاكلوك والشنطة، ولكن لو كبرتي مشروعك شوية بيه هيكون مغرم عليكي، ففكري مرتين قبل ما تعمليها. يعني شايفين بحس مكان الغرزة وابتدي اعمل غرزة حشو، ارتفع سلسلة. وطبعا هشتغل بقى دلوقتي رايح جاي عادي بشكل بسيط جدا، بس زي ما اتفقنا بنشتغل في اول سلسلة دي عشان الجزء اللي على الجانب ده يكون منفوخ كده وعاطي منظر. وبرضو زي ما احنا شايفين اهو بحس مكان الغرزة كده، وبرضو وبعمله زي ما انتم شايفين كده، ابتدي احس مكان الغرزة واعمل فيها غرزة حشو. طبعا اقدر اشتغل الخيط ده بالايد، بس بما انها شنطة وانا عايزاها متينة، يعني انا مش مضطرة ان هي تكون يعني خفيفة كده وشكلها رخو، لا انا عايزاها تكون متينة وتستحمل في وقت نفسه. لما تيجي تشتغلي بابرة خيط زي ده بيبقى منفوخ وسميك، وهو ده المطلوب بالنسبة لي. يعني لازم الغرزة دي في الاول زي ما احنا شايفين، ده الطريقة بتاعتها ودي النتيجة. وطبعا شيك قوي كل اللي انت بتعمليه، بس ان انت بتعملي عدد السلاسل اللي يناسب العرض اللي انت عايزاه، وبتبتدي تحسي مكان الغرز وبتعملي غرز حشو بالشكل ده. تدا، زي ما انتوا شايفين انا عملت قطعتين من الشنطة اللذيذة بتاعتي دي، وده انا هعتمده الوش طبعا للقطعتين لان هي منفصلة برضو، مش هعملها وارجع اتنيها وكده. وزي ما انتوا شايفين انا بحدد الجزء اللي فيه زجزجة ده هو اللي يكون للوش، والجزء اللي هو السادة نوعا ما، ولو ان الوش زي الظهر يعني، بس عادي يعني الوش اللي انت تفضليه هو اللي تعتمديه. دلوقتي هنقيس مع بعض. عرضها 20 سنتي، طبعا هي مين يا بنات فاهميني، فمش هتلاقوا يعني ايه ضخامة يعني كتير وكده. 17 سنتي، ودي 17 سنتي، عرضها 20 وطولها 17. وتقدري تعملي الارقام بتاعتها متساوية. جيت في النهاية وخليت خيط كتير كده في واحدة منهم، وبإبرة التنظيف بتاعتي مقفلنا اللاكلوك قطعة على قطعة كده. وخدوا بالكو الجزء اللي رقيق ده اللي هو البداية بيبقى لتحت مش لفوق، لفوق خلي الجزء المنفوخ ده عشان السوستة فيما بعد هتبرز اكتر معانا. طبعا اول واحدة شايفين انا كده خلاص ثبتها، هاجي بقى كده مش كده، تمام، يعني مش داخل طالع، لا كده زي المرة اللي فاتت. طب ليه بعمل الحركة دي؟ عشان تحسسني ان الشنطة بتاعتي قطعة واحدة
وتديني من هنا كده تقفيل عريض، هيبقى الشكل معايا حلو. طبعا الخيط طويل، بس في الاول طبعا شنطة زي دي اخرها يعني هتاخد معايا الموبايل والمفاتيح وخلاص كده يعني. شايفين تقفيل اهو، لما عملت الحركة دي مفيش هنا فراغات، والتقفيل بتاعنا لبرا مش لجوه، عايزة تقفليها لجوه ده هيبقى المنظر، فهي لبرا احلى يعني، عطياني منظر اكتر. وحاجة كده دخلنا في جو الشتاء في وقت نفسه شيك وخفيفة، قدرنا نحول الشنطة دي لحاجة فرو وبدون غرامة الفرو الزايدة. بس انتي لو حابة الفرو، الفرو مش غالي قوي على فكرة يعني، في انواع منه رخيصة، ان شاء الله هجيب لكم منها ونعمل منها برضو احلى شنطة وحاجات تانية كتير. طبعا دي الزاوية تهتموا بيها جدا، الزوايا دي كده التقفيلة بتاعتها من الجانب، وكأنها يعني ما فيهاش تفاصيل ولا كأن هي اصلا منفصلة ولا اي حاجة، ودي اللي احنا عايزينه. زي ما قلت لكم قفلوا الجزء الخفيف اللي هو البداية، الجزء اللي هو السميك نهاية الشغل هو ده اللي تخلوه للسوستة. اوكي، دلوقتي بقى الجزء اللي هو لتحت برضو نفس الطريقة. طبعا بصوا بلف الخيط كده، مش باخده كده خياطة، خدتيه خياطة هيبقى باين معاكي بصي التجميع دي كده كحافة، لكن لما تيجي تاخدي دي كده انتي الجزء اللي طالع ده بتاع الفرو والشعر ده، الحاجات اللي هي كتير دي فيه هي اللي بتديكي النفخة دي بتاع الشنطة. وبرضو كوني حريصة في شيء ان انتي ما تشديش الخيط قوي كأنك بتخيطي في فتلة وإبرة عاديين، لا اديها الراحة بتاعتها وخليها كده منفوخة. ودلوقتي لو انتوا فاكرين ان الجزء ده خفيف وما يصلحش كده للقعدة بتاع الشنطة، لأ هيصلح، لان دلوقتي بقى تخين وشكله كويس. هيجي وقت الحلقة، شايفين انا عايزة اخليها غطسة هنا ومش عايزة ان انا ادخلها في قلب الفرو، فهحطها كده وابتدي بقى ايه ادخل واطلع كده. الحلقة عامة هتخرز دلوقتي بسبب الحركة دي، بس شايفين اول حاجة بدأت تثبت اهي من الاخر كأني بخيط عليها. وطبعا انا مش مضطرة ان انا اشتغل بشكل يعني يكون منمق قوي، لا عادي الخيط بيساعدني ان انا ايه حتى لو حصل معايا اخطاء ان العيوب بتاعتي تكون بسيطة ومش باينة قوي. ادي الحلقة بتاعتي وبدأت ان هي تكون بارزة، خلاص احنا مش محتاجين دبابيس العلامات. زي ما انتوا شايفين ادي الحلقة بدأت تبقى خلاص غطسانة، عايزة تزودي تاني ان هي تكون غطسانة اكتر، وده عادي يعني انا اهو الطريقة دي. دلوقتي بقى قبل ما احط الحلقة التانية دي، طبعا ده المنظر زي ما انتوا شايفين اهو، بس انا كده لسه مش عارفة اذا كان ده هعتمد الوش ولا الجنب التاني. اوكي، وطبعا ما فيش مشكلة ابدا ان انتي تقفلي وترجعي بعد كده تعكسي ويطلع معاكي الوش التاني احلى يعني. هنشوف دلوقتي وهنكرر. طبعا انا الوش ده للأسف عجبني اكتر من التاني، ليه وعشان ايه يعني؟ عشان الجزء الكيرف ده مديها احساس ان هي شنطة اكتر من الجزء السابق. وزي ما انتوا شايفين الحلقة غطسانة زي الصورة تحديدا. اول حاجة هقلب الشنطة زي ما كنت وهبتدي اعمل حاجة، هعمل الحلقة التانية الاول، وهفضل بقى اروح كده اتوه الخيط، وطبعا هتوهه من هنا طالما انا رسيت ان الجنب التاني هو الاساس. على فكرة قطع الخيط في الفرو احيانا بيبقى بايخ وبيبان ليه ديول كده، فيفضل ان انت ايه تتحايلي نوعا ما الخيط لحد ما تخلصي نقائي ويبقى التقفيل عندك محكم اكتر بالطريقة دي. الحلقة التانية طبعا انا ما حبيتش افتح الحلقة، مش مستاهلة اساسا افتح الحلقة وارجع تاني. بصوا انا بدخلها على فكرة من جوه وبطلع من الجنب التاني، شايفين؟ بس طبعا مش هينفع ان انا اقطع الخيط، فعملت كده شايفين، جبت الحلقة بحيث ان هي تكون في المنتصف تماما. كده انا حصلت على الشكل الغاطس جدا ده زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين اقص الخيط. تقدري تعتمديها على الوش ده، ولكن انا زي ما قلت لكم هعتمدها على الوش ده، والحلقه بس هتكون بارزه بالطريقه الصغنطوطه دي، مش هتكون بارزه قوي. طبعا دي بواقي خيوط، انا جبت علامه صغيره زي ما انتوا شايفين منظرها، هبتدي دلوقتي اثبتها، وده بيكون قبل الجزء اللي هو بتاع البطانة وقبل اي حاجة بتتحط كبطانة، بنحط اللوجو، بنحط الكبسولة لو احنا نستخدم كبسولة، يعني التفاصيل دي كلها بنعملها وبعدين بنبتدي نحط البطانة. تمام، احيانا الكبسولة بتتحط فوق البطانة احيانا لا، على حسب الشغل بتاعي. طبعا الحلقة نفسها من النوع اللي هو بيتقفل ف it's okay، وانا حبيت ان هي تكون سيمبل، مش حابة ان هي تكون كده لوحدها سادة يعني. زي ما انتوا شايفين انا عايزة احط العلامة، فهجيب حتة القماشة دي. ليه حتة القماشة دي؟ حتة القماشة دي عشان الشنطة فرو، وهوريكم حاجة حالا دلوقتي. الشنطة فيها بعض الفتحات وهي تخينة كده وسميكة، فلو حطيت على طول وتنيت احتمال العلامة تطلع،
فهعمل ايه؟ هحط القماشة دي وابتدي ايه اتني العلامة بتاعتي عليها. وطبعا انا بفتح لها بالمقص الاول كده لان العلامة ملهاش سن يعني. وطبعا دي مش هتبان لان طبعا في بطانة وفي تفاصيل ياما. ممكن تستخدمي قماش عادي، قماش الهدايا، اي حاجة تسمح لك انك تحطي العلامة بتاعتك بدون ما يكون فيه اي رتوش. والعلامة طبعا هتبقى غطسة كده زي ما انتم شايفين، مش تبقى بارزة قوي لان هي مجرد لون مش اسم بس. حابة ان انتي تكبريها وتحطي حاجة هنا علامة في الجزء ده، اتس اوكي okay. انا بس حبيت ان هي تكون سيمبل. ترى زي ما انتم شايفين انا خلصت خلاص البطانة، خيطتها من جميع الجهات. ولازم لازم حتى لو مش هتحطي سوستة تسيبي كمية كده عشان البطانة لما تيجي تحطي حاجة اهو شايفة تكون بسيطة قدر الامكان، شكلها سيمبل وحلوة. طبعا انا بصراحة مش حابة فكرة السوستة بجميع الاشكال عشان اكون صادقة معاكم يعني، بس حابة ان انا احط لها كبسولة وكده خلاص يعني. هي شكلها كده اكتر سيمبل و مميزة كده مع السلسلة بتاعتها، واتس اوكي خلاص مش محتاجة اي حاجة تاني. وعلى فكرة كويسة يعني، هي هتستوعب معايا الموبايل زي ما انتم شايفين، وبيدخل على فكرة بسهولة. والبطانة لازم تكون فيها شايفين راحة كده، وهتستوعب معايا لو انا بحط جراب النضارة او روج او ايا يكن الحاجة اللي انا بحطها في شنطتي، فهي هتستوعب حاجات مينيمم قوي، بس هتكون لطيفة كده وسريعة في الوقت نفسه زي ما انتم شايفين شكلها. وهي محطوط فيها حاجات زي شكلها وهي ما فيهاش اي حاجة. دلوقتي هنحط مع بعض الكبسولة ونركب من تاني السلسلة، يلا بينا. دلوقتي عايزين نركب اي كبسولة تقفل الشنطة عشان طبعا الشنطة ما تكونش في الهوا كده. وفي الوقت نفسه انا مش عايزاها تشبط بس في البطانة، او ان انا اروح اجيب كبسولة مغناطيس اللي هي مجلدة، عايزة دي تمام. فعندي حلين، يا اما ركبها في البطانة وتبقى رايحة جاية كده وتتقطع بسهولة جدا، يا اما ثبتها وتبقى باينة هنا من بره، والحالتين انا مش عاوزاهم. فهعمل كالآتي، هجيب حتة جلدة، دي بتاعت بنطلون، هقص بس الجوانب دي كده تمام، وهقصها بالنص. طبعا دي هتستحمل مع انها مش اصلية زي ما انتم شايفين اهو، عشان القطع اللي ورا دي شايفين هيخليها متينة جدا. وهحط فيها القطعة دي، ولكن الجزء الجلد ده هيكون داخلي، بمعنى ان انا هفتح القطعة دي تحديدا، هتتركب من جوه تمام كده، وهخيطها من الصوفة الموجودة دي للقطعة الجلد، فيعتبر هي فعليا ثابتة في الشنطة رسمي. كل اللي انا هعمله دلوقتي انه بعد ما اعمل الحركة دي كده اهو، انا حطيت الجلدة تمام، عايزة احدد مكان الكبسولة وليكن هنا، طبعا ضغطة خفيفة كده اهو، واروح افتح في البطانة نقطة صغننة ونقطة صغيرة. طبعا لو مش معاكي مقص كرافت حاولي بالقصافة تخرمي بشكل بسيط عشان ما يدمر لكيش البطانة شايفين. واتأكد مرة تانية تمام، احط الحديدة، ويفضل ان احنا ما ندخلهاش لجوه، لا نفتح كده لبره ونقفل على الكبسولة بالمنظر ده، ما نقفلش داخلي. الداخلي ممكن مع الشد والجذب الكبسولة نفسها تقع تمام كده. دي اصبحت ثابتة فين اهو في البطانة، والجلدة نفسها هثبتها في الشنطة كده خلاص. يعني مستحيل الكبسولة تكون في الهوا كده، ومستحيل تكون شكلها مش حلو اهو تمام. الجانب التاني بنفس الاسلوب، هحط طبعا دي هنا، اضغط ضغطة خفيفة، افتح في البطانة وادخل الكبسولة بتاعتي اوكي اهو.
كده لما انا اجي افتح. تمام، الشد والجذب مش هيكون على البطانة ولا على الجزء ده لوحده. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هثبت اول حاجة الجلدة وبعدين اثبت البطانة. طبعا هدخل واطلع عادي، عارفة ان الفتلة فاتحة عشان كده بصوا بحيث ان هي ما تبانش. طبعا انا بثبت دلوقتي بشكل عمياني شوية الجلدة، بلمس كده بعرف الجوانب الخاصة بالجلدة واروح مخيطاها. اهم حاجة ان هي ما تبانش من بره. دلوقتي بقى هطلع عادي من بره للبطانة. تمام، هقفل برضو البطانة بشكل مخفي، هتبان بس ان هي كبسولة كده وكأنها في الهواء، لكن هي دلوقتي متينة، شايفين ثابتة مش بتتحرك. اعمل دي زي ما عملت دي، ترى زي ما انتوا شايفين خلاص. طبعا انا ملقتش كبسولة ذهبي لذلك استخدمت دي، شايفين دلوقتي مهما عملت هتقفل وتفتح. بصوا مفيش اي شد وجذب على البطانة لوحدها او الشنطة لوحدها، لا الاتنين مع بعض. تمام، وطبعا انا منزلها لتحت قوي بحيث ان هي تكون الشنطة كأنها ما فيهاش اي حاجة من هنا. نيجي دلوقتي للاكسسوار والسلسلة بتاعتي اللي هستخدمها اهي. طبعا ممكن اعمل حبل شنطة برضو باللون ده، تحفة فنية، شايفين شكله حلو قوي ومديها رونق كده. متستغربوش ان فيه ذهبي، لانه الذهبي مع الفضي الاتنين بيلقوا مع بعض جدا وكانوا ترند فترة طويلة. يعني عايزة بقى احط تشكيل جانبي، فبفكر في بواقي السلسلة دي ان انا احطها كده او كده، مش عارف زي ما وريتكم من قبل بالشكل ده. طبعا بتبقى كيوت قوي وسيمبل جدا. ممكن ان هي تكون كده بس، وكده انا عملت اكسسوار الشنطة والشنطة مع بعض. تمام، وممكن تكون مزدوجة، وانا حباها بصراحة مزدوجة المرة دي. كانت الشنطة بتاعتي شنطة شتوية بجدارة، تحفة قوي وسيمبل جدا وسهلة جدا كمان للمبتدئين. شنطة تانية ان شاء الله، وبرضه من الفرو، ولكن فرو مختلف عن الفرو ده، في الفيديوهات الجاية. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو حابين حاجات سريعة. مع السلامة، باي.